أقدم لكم بعض النصائح المهمة في تربيتنا. ولذلك أريد منكم جميعا أن تصفقوا على تلاميذ مؤسسة الأربعين الذين سوف يقدمون لنا لوحة تعبيرية عنوانها رسالة الأبناء لآباء. لا تفرطوا في تذليلنا، إن من الدلال ما سبب انحرافنا. لا تفرطوا في حبكم لنا، إن من الحب ما سبب انحرافنا. استثمروا أموالكم فينا وليس لنا. اقتربوا منا ولا تجلسوا فوق منابركم بمواعظكم وأوامركم ونواهيكم. اجلسوا أمامنا وتحاوروا معنا. لا تغرسوا فينا حب القوة بل قوة المحبة، وليست قوة الاختلاف بل أدب الاختلاف. أننا غدا سنكون مكانكم. استمتعوا بوقتكم معنا.